تشكل الأوراق الحكومية الموازنة الاتحادية في طور الإعداد، ومجلس النواب يتأهب لمناقشتها وإقرارها. الحكومة تتخذ قرارات مهمة للحفاظ على سعر صرف الدولار، والسيد الحكيم يدعو للحد من عمليات تهريب العملة. التجمع الجماهيري والحفل الرسمي لاستذكار شهيد المحراب يحظيان باهتمام سياسي وشعبي كبيرين، ومواقع التواصل الاجتماعي تستحضر يوم الشهيد العراقي. في صلاح الدين وديالة، عمليات عسكرية للحشد والقوات الأمنية لملاحقة الجماعات الإرهابية، وضربة جوية تقتل 5 إرهابيين بطوز خرماتو. على جمرة لاهبة ينتظر الجميع إشراقة جديدة لموازنة باتت حبيسة القرارات والمفاوضات، وعلى دكة الانتظار يرتجي البرلمان وصولها عاجلا بعد مشوار من تنفيذ بنودها المعقدة وما تتضمن من مشاريع مهمة تبحث عن قرار ثنائي حكومي ونيابي لتمرير تلك التي تنعش الاقتصاد وترمي مشاكل البلاد المالية. فالموازنة القادمة يا سادة لا تشبه سابقاتها كثيرا، ثرية بأموالها وحبلى بمشاريعها، لكنها تحتاج إلى يد أمينة تأخذ بناصيتها نحو إنجاز مشاريع استراتيجية تضاعف من مواردها وتضع حدا لأسعار الدولار الذي يهدد الدينار في كل حين. إلى المرصد الخبري، أهلا بكم بتفاصيله. والبداية من ملف الموازنة الاتحادية، إذ كشفت مصادر للفرات أن مجلس الوزراء سيعرض مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023. المصادر بيّنت أن مجلس الوزراء يعتزم أرسال الموازنة إلى مجلس النواب بنهاية الأسبوع الجاري، مضيفا مناقشة بنودها بغية التصويت عليها في جلسة الثلاثاء المقبل. إلى ذلك، بحث رئيس الوزراء محمد شيع السوداني خلال استقباله رئيس أقليم كردستان جرفان بارزاني والوفد المرافق له أهم المواضيع والقضايا على الصعيد الوطني. اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم، كما واستعرض اللقاء مسار العمل المشترك في قطاعات القوانين المتعلقة بالنفط والغاز وقانون الموازنة العامة الاتحادية، فضلا عن الجهود المبذولة لتأمين الحدود. هذا وتوقعت اللجنة المالية النيابية موعد وصول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023 إلى مجلس النواب. عضو اللجنة معين الكاظمي أشار إلى أن اللجنة تنتظر وصول القانون إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، مضيفا أن رئيس الوزراء محمد شيع السوداني أكد على أن الموازنة الآن في طور وضع اللمسات الأخيرة. دعوات شعبية تلاحق الحكومة ومجلس النواب للإسراع بإقرار مشروع قانون الموازنة لعام 2023. وزير الاتصالات الأسبق أكد على ضرورة وضع سياسات مستقبلية لإنهاء حالة الاقتصاد الريعي وإيجاد بدائل للنفط. التفاصيل مع حسين ياسين. دعوات واسعة وجهها مواطنون داخل الشارع العراقي إلى الحكومة طالبوا من خلالها ضرورة الإسراع بحسم ملف الموازنة الاتحادية للعام الجاري وإرسالها إلى البرلمان لإقرارها، خاصة وأن هنالك الكثير من الاستحقاقات متوقفة على تمرير هذا القانون المهم. نحن كمواطنين ندعو إلى الإسراع بإقرار الموازنة، لأن هناك يعني حقيقة الكثير من الجوانب الاقتصادية
الاقتصادية بالبلد هي متوقفة ومعطلة جراء يعني تأخير هذه الموازنة. هي ضروري جدا الإسراع بها، لكن ضرورة إنضاجها يعني إدخالها في تبويبها لكل مفاصل الحياة اليومية للمواطن، العيش الكريم، الحياة الكريمة، الحياة الحرة الكريمة، بناء منظومة جديدة، يعني منظومة حياة جديدة، منظومة خدمات إلى آخره. مختصون في الجانب الاقتصادي شددوا على ضرورة أن يتم تضمين بنود القانون ما يضمن تنشيط القطاعات المعطلة وتخصيص الأموال الكافية للجانب الاستثماري وتنمية الأقاليم، باعتبار أن تنشيطها من الممكن أن يعود بمردود إيجابي على الدولة ويعظم من مواردها غير النفطية. نحن يجب أن نفكر بوضع سياسات للمستقبل، يعني وإنهاء حالة الاقتصاد الريعي وإيجاد بدائل عن النفط. هاي قضية أعتبرها أكثر من أساسية، يجب أن نخليها ضمن الموازنة الحديثة. وبلغة الأرقام فإن المبالغ المخمنة التي سيتضمنها قانون موازنة عام 2023 ستتراوح بحدود 140 تريليون دينار عراقي. ورجحت مصادر نيابية إرسال الحكومة مسودة القانون بغضون الأسبوعين القادمين على أمل أن يهيأ للإقرار من قبل اللجان المختصة داخل مجلس النواب بأسرع وقت ممكن. حسين ياسين الفرات، بغداد. من جهته كشف رئيس كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية فالح الساري عن انخفاض كبير في النفقات الاستثمارية المخصصة في الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي. وقال ساري إن زيادة الموازنة التشغيلية أدى إلى انخفاض نسبة الموازنة الاستثمارية وتنمية الأقاليم إلى إجمالي النفقات في الموازنة لأدنى مستوى طيلة السنوات الماضية. ويذكروا أن الموازنة مقدرة ب 140 تريليون دينار، بواقع 80 تريليونا للتشغيلية و 60 تريليونا للاستثمارية منها. كما وبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال استقباله رئيس اقليم كردستان جرفان بارزاني الاوضاع السياسيه في البلاد. اللقاء شهد التاكيد على اهميه دعم الحكومه ونجاحها في مهامها، مشددا على ضروره تنفيذ برنامجها الحكومي وورقه الاتفاق السياسي بما تتضمن من قوانين. وحول أزمة ارتفاع أسعار الدولار ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني اجتماعا مع اتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث أسباب تقلبات سعر الصرف للعملة الأجنبية في السوق العراقية وتأثيرها أيضا على المواطنين ووضع معالجات حاسمة بهذا الشأن. كما وجه السوداني بفتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجار عبر المصرف العراقي للتجارة وتمويل البنك المركزي بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أمريكي لغرض فتح الاعتمادات المستندية لصغار التجار، مع إطلاق استيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة وتسهيل إجراءات الاستيراد، كما وتقليص متطلبات فتح الاعتمادات المستندية وإلغاء إعمام الهيئة العامة للضرائب الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين وباقي المكلفين بالهيئة العامة للضرائب. وأكد السوداني أن مسؤولية مواجهة التقلبات في السوق المحلية هي مسؤولية مشتركة وذات بعد أخلاقي ووطني، ويتحتم على الجميع الاستجابة لها سواء في القطاع الخاص أو العام. من جانبه أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم في كلمة سابقة له أن أمام الحكومة الحالية الكثير من العمل لتجاوز التحديات التي لا يمكن الاستهانة بها، داعيا إلى تكثيف الجهود القانونية والقضائية في مجال مكافحة الفساد والحد من عمليات تهريب الأموال وما يتبعها من عدم استقرار العملة العراقية تجاه الدولار.
لابد من تكثيف الجهود القانونية والقضائية في مجال مكافحة الفساد والحد من عمليات تهريب الأموال وما يستتبعها من عدم استقرار العملة تجاه الدولار، والكشف عن الجهات الداعمة والمستفيدة من ذلك، فلا أحد فوق القانون، ولا يمكن السماح بذلك مهما كلفنا من ثمن. التركيز على إنجاز مشاريع البنى التحتية والاستراتيجية، فالإنجاز الحقيقي يكون في التمهيد لأسس البناء وتثبيت الخطوات الأولية التي تستند عليها المشاريع الكبرى. والناجح الحقيقي هو الذي يمهد لغيره سبل النجاح ويرسخ مقوماته. التهيئة السليمة والصحيحة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات من حيث إقرار القانون العادل والإجراءات التنفيذية الضامنة لانتخابات نزيهة وشفافة، إذ لا يمكن تطوير وإصلاح الواقع المحلي لجميع المحافظات من دون انتخابات حرة ونزيهة يرى فيها جميع العراقيين فرصهم المتكافئة والعادلة. وهنا أدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى التفكير بجدية في إمكانية عودة المجالس البلدية بآليات صحيحة تفيد من أخطاء الماضي ولا ترهق كاهل الدولة، وتفتح المجال للعمل الطوعي المجتمعي في خدمة الأقضية والنواحي، لنجعل التنافس الانتخابي المحلي والاتحادي عبر الخدمة المجتمعية في الأقضية والنواحي، ولتكن المجالس البلدية نافذة حقيقية لاختبار المؤهلين ومن ينوون الترشح لأي مهبة انتخابية أو سياسية أو تنفيذية. التقى رئيس الوزراء محمد شيع السوداني رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والقضاة ورؤساء المحاكم خلال زيارته إلى مجلس القضاء الأعلى. السوداني أشار خلال اللقاء إلى دعمه للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها وإسنادها من أجل القيام بكامل دورها القانوني والدستوري، لا سيما في ملفات مكافحة الفساد الإداري والمالي. كما وأعرب السوداني عن عزم الحكومة للمضي في تأكيد هوية العراق بوصفه بلدا محكوما بالقوانين والدستور بشكل تام، مشددا على حرص الحكومة في الالتزام بهذه الأطر والسياقات القانونية. ومن جانبه أكد زيدان على دعم المجلس للحكومة في تطبيق برنامجها والإصلاحات التي تجريها على صعد مختلفة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية. استذكر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم خلال استقباله رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حركة الوفاق الوطني إياد علاوي والوفد المرافق له العلاقة التي جمعته بشهيد المحراب وسفير المرجعية وعزيز العراق قدست أسرارهم، والدور الذي لعبته هذه العلاقة في إسقاط الدكتاتورية وبناء التجربة السياسية والديمقراطية. كما وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، فيما أكد السيد الحكيم أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وضرورة تضافر الجهود للوصول إلى الهدف المنشود المتمثل بتقديم الخدمات وتوفير فرص
العمل. للحكيم ابن المراجع دمع تتوضى الشوارع، للحفظ حق المكون كل رجب نبشي ونبايع، باقي وحنا نصامت باسمك يا محمد، باقي وحنا نصامت باسمك يا محمد. سجل احنا الاغلبية للوصية للمينية، سجل احنا الاغلبية للوصية للمينية، باقي وحنا نصامت باسمك يا محمد، باقي وحنا نصامت باسمك يا محمد. يا حكيم اهل الشجاعة ودمك المعاف قاعة، يا الخلص عمرك مجاهد منك نريد الشفاعة. اقرا عن هذا المكون هو الاكبر بامتياز، هاي تاريخ وحقيقة ولنا مصدر اعتزاز. باقي وحنا نصامت باسمك يا محمد، باقي وحنا نصامت باسمك يا محمد. حظي التجمع الجماهيري لأحياء يوم الشهيد العراقي ذكرى شهادة شهيد المحراب قدس سره بأصداء واسعة على الصعيدين السياسي والشعبي لما حمله من مضامين قيمة في استذكار الشهيد وتسليط الضوء على تاريخه الحافل بالجهاد والعطاء. المزيد في سياق هذا التقرير. في يوم الشهيد العراقي ذكرى ارتقاء شهيد المحراب الخالد قدس الله سره، يحيي العراقيون هذه الذكرى الأليمة في شيء من الاعتزاز والافتخار، يفتخرون برموزهم ويحتفون بشهدائهم الذين تناثرت أشلاؤهم في سبيل إعلاء كلمة الحق ورفعة الوطن. في هذا العام تميز التجمع الجماهيري في النجف الأشرف وبالقرب من مرقد شهيد المحراب بالاهتمام الكبير من قبل الأوساط السياسية والشعبية. كلمة رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية سيد الحكيم في التجمع الجماهيري حدد بعض النقاط المهمة التي تخص مستقبل العراق والتحديات التي تواجه البلاد، فيما تضمن الحفل التأميني الرسمي حضور الرئاسات الثلاث وقادة البلاد والشخصيات السياسية والدينية والعشائرية ومختلف مكونات المجتمع العراقي. وتضمن كلمات مهمة للرئاسات، فيما حظي التجمع الجماهيري والحفل الرسمي باهتمام إعلامي كبير لما حمله التجمعان من مضامين قيمة في استذكار الشهيد وتسليط الضوء على التضحيات الجسام. شهيد بقي خالدا مهما مرت السنين. بيوم الشهيد العراقي استذكر محبو شهيد المحراب قدس سره تضحيات وعطاء الشهيد الخالد الذي أعطى كل ما لديه لحفظ الدين والوطن، وأكدوا من خلال مسيرة عزائية من مرقده إلى مرقد جده أمير المؤمنين عليه السلام على أنه مدرسة للوعي والعلم. ما إن ينسج خيط هلال شهر رجب الأصب إلا وتنتفض ذاكرة الخلود مستذكرة جريمة سهم أصاب العراق في قلبه النابض، رجلا كان شعلة من وعي وعلم وإيمان وبصيرة وثورة وحركة دؤوبة رام بها كسر قيود الباطل والضلال، بغية السير في طريق الإباء والكرامة والحرية الإنسانية. نعم، اليوم هذا اليوم يمثل لنا التحدي، هذا اليوم يمثل لنا أن نكون أوفياء لدماء الشهداء، أوفياء لدماء شهيد المحراب الخالد، إيفاء لتلك التضحيات الجسام والدماء الزاكيات التي أريقت لله قربانا. أحية الأمة المؤمنة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم قدس سره من خلال مراسيم خاصة انطلقت بمسيرة راجلة نحو مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لإقامة مجلس حسيني على روحه الطاهرة. لنا كعشائر عراقية ارتباطات وثيقة
بها منذ زمن الإمام السيد محسن الحكيم وإلى يومنا هذا، فإننا اليوم قطعنا عشرات الكيلومترات من ذي قار إلى هنا، أتينا لتجديد العهد والبيعة. جددت المسيرة العزائية العهد والولاء لشهيد المحراب الخالد من مكان استشهاده، مسلمين عليه يوم ولد في حجر المرجعية المباركة، وترعرع بين خمائلها العطرة فزهر نبلا وشجاعة وعلما وعملا للإسلام والمسلمين. شهيد المحراب خسارة لكل الشعب العراقي، خسارة لكل الطوائف في العراق، لأن كان شخصية حريص على الجميع. تلك الدمعة اللي شفناها على الإمام الحسين، وتلك الدمعة اللي شفناها عندما دخل إلى العراق بعبرة وحرقة. قد لا تكون كل النهايات متشابهة، فبعض العلماء بداياتهم تضحية وآخرها احتضان وطن. رجل جعل مسك ختام حياته شهادة مضيئة تليق بسيرة عميقة المعنى والمضمون. من النجف الأشرف، السجاد الخاقاني، الفرات. جهادك واعتقادك حسين امتدادك، يا الموتك ولادك، يا محراب الشهادة. جهادك جهادك شهيد حبك بكل قلب خليته، حبيناك من الوطن حبيته، وبسفر البطولة حققت حلمك، وسمع عظم خريطة للوطن دمك، طاعت المرجعية بأمر رباني، ولا خيل في منهج علي السيستاني. يا ابو الغيرة الأبية، يا سيف المرجعية، جهادك. الآن مشاهدين، هذه انتقالة للزميل محمود قاسم ليضعنا في صورة تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة شهيد المحراب، قدس سره إلى أرض الوطن بعد حقبة زمنية قضاها في المهجر إلى هناك. في يوم الشهيد يستذكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ذلك اليوم الذي عاد به شهيد المحراب قدس سره إلى العراق بعد حقبة زمنية امتدت لأعوام من الجهاد ضد الدكتاتورية. هذه اللحظات التاريخية والمهمة في تاريخ العراق السياسي الحديث كانت حاضرة في أرشفتها، ليتداولها الكثير من المغردين وكتاب الرأي، فنتابع إياكم. شعور من يرجع إلى أهله وأحبائه وراء العوائل الكثيرة من الشهداء والمفقودين والمنشحنين، ولديه أمل كبير في أن الله سبحانه وتعالى يفتح العراقيين ويعيد العراق إلى وضعه الطبيعي إن شاء الله، وموقعه من منطقة وموقعه من العالم إن شاء الله. نسأل الله أن يحفظكم إن شاء الله. عن عودة شهيد المحراب قدس سره إلى أرض الوطن تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. هنا أحمد كتب في تغريدته: قدس الله نفسه الزكية، أنا كنت من الذين استقبلوا السيدة، كانت فرحة لا توصف. أما أبو الجواد السعيدي فيقول أيضا في تغريدة له: قدس الله روحه الزكية الطاهرة المباركة، كان شعورا لا يوصف وأنا أستقبله في كربلاء المقدسة في الحرم الحسيني المطهر. وفي منصة فيسبوك بنين محمد الخزاعي: عودة شهيد المحراب السيد الحكيم للعراق زرعت الرعب والخوف في قلوب الأعداء فلجأوا لاغتياله. وننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى مقطع فيديو يؤرشف لأول خطبة للشهيد السعيد في صحن أمير المؤمنين عليه السلام، نتابعها. لقد صنعوا كل ذلك
يريدون القضاء علينا وعلى العراق ومقدرات العراق، ويريدون القضاء على الإسلام ومقدرات الإسلام، حتى شاء الله تعالى شاء الله ويأتون ويضربون صدام، وهم الذين بنوا صدام، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. رحم الله شهيد المحراب ورحم الله شهداءنا الأبرار. إلى هنا ننهي فقرتنا لهذا اليوم، دمتم بخير. في الأروقة الحكومية، الموازنة الاتحادية في طور الإعداد، ومجلس النواب يتأهب لمناقشتها وإقرارها. الحكومة تتخذ قرارات مهمة للحفاظ على سعر صرف الدولار، والسيد الحكيم يدعو للحد من عمليات تهريب العملة. التجمع الجماهيري والحفل الرسمي لاستذكار شهيد المحراب يحظيان باهتمام سياسي وشعبي، ومواقع التواصل الاجتماعي تستحضر يوم الشهيد العراقي. في صلاح الدين وديالى، عمليات عسكرية للحج والقوات الأمنية لملاحقة الجماعات الإرهابية، وضربة جوية تقتل 5 إرهابيين بطوس حرماتو. أهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع وصول رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله برفقة قائد القوات البرية الفريق ركن قاسم المحمدي إلى قضاء سامراء للإطلاع على الخطط الأمنية وآخر العمليات الاستباقية للقضاء على المجاميع الإرهابية. وذكر بيان للوزارة أن يار الله تفقد قطع عمليات سامراء واطلع على آخر العمليات الاستباقية واستعدادات القوات الأمنية المشتركة لملاحقة بقايا الإرهاب. وأكد البيان أن يار الله شدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتركيز على المناطق الرخوة وعدم إعطاء أي فرصة للإرهابيين لإرباك الأمن والاستقرار الذي تشهده مدينة سامراء المقدسة. وأضاف أن الزيارة تأتي للإطلاع على الوضع الأمني وضمن قاطع المسؤولية. وأوضح البيان أن يار الله أشاد بمستوى العمل الأمني الذي تنفذه القوات الأمنية ونجاحها في إحباط مخططات الإرهابيين. أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية دهم وتفتيش وملاحقة للإرهابيين شرق محافظة صلاح الدين. وذكر بيان للهيئة أن قوة أمنية مشتركة من اللواء 9 في الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية قد شرعت بعملية دهم وتفتيش شرق المحافظة. وأضاف أن العملية تهدف إلى الحفاظ على الأمن في مناطق شرق المحافظة من خلال ملاحقة فلول داعش والقضاء على مضافاتهم. هذا وشهدت محافظة ديالى انطلاق عملية أمنية من محورين بمشاركة القوات الأمنية والحشد الشعبي على حد سواء لتفتيش الغابات والبساتين المجاورة لحافة نهر ديالى. وتهدف العملية الأمنية إلى ملاحقة فلول داعش الإرهابي والسيطرة على طرق تسلل الإرهابيين حفاظا على استقرار وأمن المواطنين ضمن قاطع المسؤولية.
بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مع مدير برامج مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على البرير تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والمخدرات. وذكر بيان للوزارة أن الشمري أكد على أهمية الاستمرار في مكافحة الإرهاب والمخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن بناء القدرات لقوات الأمن الداخلي. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على أن يكون هنالك تعاون في بناء استراتيجية لمكافحة المخدرات في العراق ونقل تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. أعلن جهاز الأمن الوطني تفكيك شبكة لتجارة وترويج المخدرات كانت بحوزتهم أكثر من 400 ألف حبة مخدرة في نينوى. وذكر بيان لجهاز الأمن أن مفارزه الأمنية قد تمكنت من تفكيك شبكة خطرة لتجارة المخدرات متكونة من 3 أفراد في محافظة نينوى، حيث تم استدراجهم بكمين محكم إلى مدينة الحلة وضبط بحوزتهم أكثر من 400 ألف حبة مخدرة. وأشار إلى أنه بعد التحقيق مع أفراد الشبكة قد اعترفوا بقيامهم بتوزيع الحبوب المخدرة في مختلف محافظات الوسط والجنوب. وأوضح البيان أن مفارز الجهاز قد تمكنت من القبض على متهمين وتم ضبط بحوزتهم 7 آلاف حبة مخدرة في الأنبار، لافتا أنه جرى تدوين أقوال المتهمين أصوليا وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب مقتل إرهابيين 2 في وادي حوران بمحافظة الأنبار. هذا ونفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية وإنزالا جويا في وادي حوران أسفرت عن مقتل إرهابيين 2 والقبض على آخرين من عصابات داعش الإرهابية. القوات الأمنية جهودها العسكرية لملاحقة الخلايا الداعشية وضرب بؤرها المتواجدة في المنطقة الرخوة باستمرار، وهو ما عززته العملية التي تنفذها القوات المشتركة في مناطق ديالى. التفاصيل مع صباح حكيم. بين فترة وأخرى تنطلق القوات الأمنية وألوية الحشد الشعبي بعمليات استباقية الهدف منها ملاحقة فلول داعش الإرهابي والسيطرة على طرق تسلل تلك العناصر حفاظا على أمن واستقرار المواطنين. فقد انطلقت عملية مشتركة للقوات الأمنية والحشد الشعبي في ديالى ومن محورين، بدءا من الضفة الشمالية لحافة نهر ديالى وانتهاء بقرية الوشاع لتفتيش الغابات والبساتين المجاورة لنهر ديالى. ويؤكد مراقبون للشأن الأمني ومواطنون على أهمية تلك العمليات الاستباقية والعمل الاستخباري في القضاء على قدرة العدو الداعشي في تنفيذ الهجمات الإرهابية. المناطق الرخوة دائما يستغلها نقطتين رئيسية، أما قلة العدد الموجود لحماية هذه المنطقة وإما هناك أدلاء أو حواضن في تلك المنطقة هم من يوصلون له المعلومات عن عدد الجنود الموجودين في هذا. فش يحتاجنا احنا؟ يحتاجنا جهد استخباري نصل لهذه العصابات قبل وصولها لهدفها، وبنفس الوقت أن يكون تعاون من المناطق نفسها أن تبلغ عن أي حالة غير صحيحة. وتنجح تلك العصابات التي تختبئ في الجحور والمناطق الجبلية الوعيرة وبين الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات في تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف فيها المدنيين في القرى والنواحي التي توصف بأنها رخوة أمنية، فيما تعتمد أجهزة الأمن على تكثيف الجهد الاستخباري فضلا عن الطلعات الجوية التي يقتنص فيها بعض قيادات وأفراد تلك الفلول الإجرامية في الوديان والجبال. خلايا النائمة اللي موجودة من داعش مناطق ديالى، مناطق حمرين، مناطق تكريت، مناطق كركوك، هاي مناطق أكو بها متنازع عليها، وأكو أما أن تكون لجان مشتركة ويا البيشمركة ويكون عندهم مصادر للمعلومات والجمع والتحليل والمتطلبات وقاعدة البيانات حتى يكملون أهدافهم. والله المفروض يعني انتباه بهاي المناطق الرخوة
اللي يشوفون يعني هم يتجمعون بها، تحركاتهم، أي معلومة استخباراتية تجيهم المفروض ما يهملوها، يعني يتابعوها بدقة. تتركز أهمية العمليات الأمنية بملاحقة العصابات الداعشية في المناطق التي تعد ركيزة أساسية لبقائها وتحركها، حيث تعتمد على المناورة والاختباء والانقضاض حين تتوفر الظروف الممكنة لها، ما يجعل من الضروري والمهم تكثيف العمليات الاستباقية والجهد الاستخباري. صباح حكيم، الفرات. أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في قضاء طوز خرماتو بمحافظة صلاح الدين، وذكر بيان للخلية أنه استمرارا للنهج التعرضي ونتيجة الجهد الاستخباري قد تمكنت خلية الاستهداف الجوية التابعة لقيادة العمليات المشتركة من قتل 5 إرهابيين بغارة جوية في قضاء طوز بعد رصدهم بالكاميرات الحرارية. وأشارت الخلية إلى استمرار القطاعات الأمنية بمختلف صنوفها بملاحقة المجاميع الإرهابية ومطاردتهم أينما كانوا ليكون مصيرهم إما القتل أو القبض عليهم. وإلى أبرز حصيلة واجبات شؤون الشرطة في وزارة الداخلية وتنفيذ واجباتها الأمنية خلال الأسبوع الثاني من السنة الحالية. قالت الوزارة الداخلية إن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على 16 شخصا من مطلقي العيارات النارية خلال المناسبات، فيما تم إلقاء القبض على 51 شخصا من حاملي أسلحة غير مرخصة أمنيا. هذا وتمكنت الوزارة من إحالة 700 متهم إلى المحاكم الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب والإجرام، فيما تمكنت المفارز من إلقاء القبض على 331 متهما بقضايا المخدرات. وتمكنت مفارز الداخلية من تنفيذ أوامر 877 من طالبي النجدة من المواطنين، بالإضافة إلى تمكن المفارز المنتشرة من إزالة 6 تجاوزات عن المواقع الأثرية في عموم البلاد وخلال الأسبوع الماضي. أعلنت مديرية الحشد الشعبية الإطاحة بأحد عناصر فلول داعش الإرهابي البارزين في سهل نينوى. وذكر بيان لإعلام الحشد أن قوة من استخبارات اللواء 30 بالحشد الشعبي تمكنت من الإطاحة بأحد الإرهابيين البارزين والمكنى بأبو خطاب والمطلوب وفق المادة 4 إرهاب في سهل نينوى. وأكد البيان أن الإرهابي يعد المسؤول عن قتل الكثير من الأبرياء، وأشار إلى أن قوة من اللواء 27 تمكن من إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب شرق الأنبار، لافتا أنه جرى اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المجرمين. أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين خطير عمل في ما يسمى بكتيبة الاستشهاديين والانتحاريين بنينوى. وذكر بيان للوكالة أن المفارز الأمنية تنفذت عملية استباقية وفقا لمعلومات استخبارية ووثائق تعود إلى عصابات داعش الإرهابية، فضلا عن تكثيف التدقيق الميداني حيث تم التوصل إلى إرهابي خطير يعمل فيما يسمى بكتيبة عامر ابن الجراح، والتي تضم إرهابيين انتحاريين تم تدريبهم على القيام بعمليات إرهابية. وأشار إلى أن الإرهابي تم تكليفه بتنفيذ عمليتين في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين أثناء عمليات التحرير، ولكنها قد فشلت لوجود ضغط أمني مكثف على تلك المجاميع في حينها، كما اعترف بارتكابه عمليات إرهابية أخرى أبرزها المشاركة في مهاجمة القوات الأمنية.
إلى ذلك ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابيين أو إرهابيتين تعملان بما يسمى بديوان الحسبة في داعش الإرهابي بكركوك. وذكر بيان للمديرية أنه بهمة عالية وجهد استخباري مميز لشعبة استخبارات وأمن الفرقة 14 وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء 96 تم نصب كمين محكم في ناحية الزابة التابعة لقضاء الحويجة، أسفر عن إلقاء القبض على إرهابيتين مطلوبتين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب. وأوضح البيان أن الإرهابيتين تعملان ضمن شبكة مكونة من 4 نساء يقمن باستلام الكفالات وتوزيعها على نساء وذوي عناصر عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع الزاب والحويجة، حيث تمكنت مفارز المديرية من إلقاء القبض على بقية الشبكة مسبقا وقد جرى تسليمهن إلى جهة الطلب أصوليا. بدوره أعلن جهاز مكافحة الإرهاب القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية بالتنسيق مع الجهاز الأمني في السليمانية. وذكر بيان للجهاز أنه هو استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة سيد محمد الشيعة السوداني تمكنت مفارز جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع فوج مكافحة الإرهاب في السليمانية من إلقاء القبض على أحد إرهابيي داعش في منطقة شمشمال في السليمانية. وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على إرهابي آخر في عصابات داعش بالتنسيق مع مديرية أمن السليمانية. مدينة كربلاء المقدسة تعد أحد وأهم المراكز الدينية والتجارية والسياحية المهمة، فيما يعتبر سوق العطارين من أسواق المدينة المشهورة والمعروفة بتوابلها الهندية والأعشاب وغيرها من لوازم العطارة. محمد التميمي يوفينا بالمزيد في هذا السوق. في سوق العطارين تتكوم تلال من الألوان الزاهية أمام المتبضعين، من هنا تفوح رائحة لا تخلو من أي منزل. كانت في قديم الزمان تحمل على الجمال وتقطع مسافات بعيدة ومن دول مختلفة كالهند وباكستان حتى تستقر في حوانيت صغيرة تمتد على جانبي السوق. كانت المهارات يعني تجي نقلها بالبداية، نقلها شلون للدول العراق وغير العراق، ينقلونها عن طريق الإجمال، يعني هي كانت الوسيلة هي الجمل، بعدين شوي شوي طورت وسيلة النقل، صارت السفينة، صارت الطيارة، صارت السيارة، فسابق يمكن نجيبها كله جاهز مطحون يعني. بعدين تطور العمل وصار إقبال عليها وكذا، إحنا طورنا عملنا، يعني جبنا طاحونة في داخل المحل أو معمل، فتطور العمل في داخل البلد نفسه. هذا المكان تضفي عليه الروائح العطرية وروائح البخور والبهارات رونقا خاصا، يمنح المكان جمالا وسحرا مختلفا بتوابله الهندية والأعشاب وغيرها من لوازم العطارة الذي ما زال عامرا منذ عشرات السنين. يعني شنو الشيء الحلو بيها، يعني تكون البهارات شلون تسويها، شلون تجيبها، شلون ترتبها، تنطيها المواطن، شلون المواطن يجي يشكرك من هاي الناحية. العطور والتاريخ يشاكسان أنفك بروائحهما النفاثة وأنت تتجول في شارع العطارين. تتعدد استخداماتهم لهذه التوابل، فمنهم من يستخدمها للطهي ومنهم من يستخدمه كعلاج لأمراض معينة.
كل هذه التوابل تدخل هي بالعلاجات اليوم، علاجات منها مثلا الكركم اليوم يدخل بعلاجات البشرة، يدخل بعلاجات المفاصل للظهر للغضاريف وهواي منها. عندك بذور الشيا اليوم هم للدايت وغيرها، عندك الكتان وغيرها كلها للشعر، عندك هذا الكليل للشعر، عندك هذا للضغط الكجرة. من كربلاء المقدسة محمد التميمي، الفرات. مشاهدينا وصلنا بهذا الخبر إلى نهاية المرصد، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.